جاتني ديال الفكره ملي كنشوف مواقع ديال التواصل الاجتماعي كنشوف الناس كتعاني الاحتجاجات الاضرابات السربايه ارباب المقاهي هما تيغوتوا الكوازنيه صحابات الميناج يعني الناس كتعاني بزاف وانا ارتبكت في الاول وكنت متردد باش ندير هذا المطعم ولكن غامرت والناس قال لك حتى هما عاونوا قال لك في الحي المحمدي ما كاينش ريستورون في الحي المحمدي يعني حاول دير شي حاجه جديده في الحي المحمدي وانا غامرت واستثمرت فيها والحمد لله ربي ما حشمناش لا بالعكس جيراني وصحابي ساندوني عرفوني استثمرت في هذا المحل كاين اللي وقف معايا صديق ديالي وقف معايا دار معايا هو الارشيتيك دار معايا الديزاين وداك الشيء الناس جيران عاونوني كاين اللي عاوني بالفكره ديالو كاين اللي محمس معايا هما معينيت هنا في المطعم ديال الافتتاح معايا هنا ساندوني في هذا الوقت الجائحه وكنشوف دابا الناس ملي عرفوني هنا في حي محمدي وانا ولد الحي عرفوني غنحل مطعم في ظرف يومين جاتني 95 سي في الكوازنية وسربايا اما صحابات الميناج العدد المئات تا هما صحابات يعني بزاف الحوايج وانا فرحان يعني الناس باغا تخدم والناس فرحوا وكاين متنفس هنا في الحي المحمدي كاين اللي بغى يخدم وفرح بغى يخدم مسكين الحمد لله بغينا نديروا مع الناس اكثر من الجهد ولكن الجهد ما كاينش بغينا نمشيو معاهم بعيد ولكن الله يجيبنا في لقد الخير كاين اللي سد كاين اللي سد دابا الخدمه غير الصباح في العشيه تجيك سد يعني الناس ضرت بزاف كاين اللي وقف الخدامه كاين اللي حبس الخدامه بزاف كاين اللي هو اضطر سد ما عندوش لا مويه باش يخدم ما عندوش راس المال بزاف الناس والالاف اللي وقفوا غير نعطيك مثال الاعراس شحال من سربايه في التريتورات الاعراس راه الالاف هي واقف بركه مساكن كاين اللي اضطر يخدم سيكيورتي كاين اللي كل واحد فين يخدم الناس محنة ولكن الحمد لله غيكون خير ان شاء الله وراد الجائحه بوقفه الجلاله الملكه يوقف معنا ان شاء الله وغادي يحاول يزيد البلاد القدام الاقتصاد ديالها ويعني بزاف الحوايج وغنصبروا حنا غامرنا انا غامرت نقدر كما قلتها في الاول نعاود نغامر نحل المطعم نقدر ندخل راس المال ديالي ونخلص الخدامه وما نسدش وما نصيفش الخدامه يبركوا انا في شركه عندي انا ما خرجت الخدامه طلبوا مني نخلص نقص من العمال ديالي وما نقصتهمش لان داك الانسان داك الصالير ديالو محتاج ليه باش يعيش به عنده مصاريف عنده الكرا المدرسه عنده الصير عنده بزاف الحوايج انا الحمد لله اضطريت انا نقسم معاهم داكشي ديالي وغادي معاهم ورب اللي قال شي حاجه هما الخدامه عندي هما يدخلوا للفيس ويكذبوني في هادشي اللي قلت انا مرحبا بهم اللي جا مرحبا بيا اول مطعم في الحي المحمدي وانا ولد الحي المحمدي يعني الناس تشتغلوا معي ولاد الحي ولاد الكازا كامله ولاد البرنوسي عين الشوق سيدي عثمان سباته كل الناس كاع اللي خدامين عندي من هاد الكازا كامله واللي بغى يجي راه اول مطعم في الحي المحمدي سي على سميت ميدي ريستو مرحبا بكم